السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، معكم أخوكم إسماعيل من قناة استراتيجية ربح المال. وإن شاء الله في هذا الفيديو أحببت أن أشارك معك طريقة لإيجاد النيتش بدون مساعدة أي أحد، وبطريقة مجانية وبدون أي أدوات مدفوعة أو شيء من هذا، مجانا 100%، ويعتمد فقط على رغبتك في البحث ورغبتك في التعلم. وكما تعلم، أمازون أو الكي دي بي مجال، وكما نقول، يندرج ضمن المجالات الخاصة باللون تيرم، المدى البعيد. لهذا لا نريد أن نركز تركيزنا على أن نقوم بإنشاء كتاب عليه تريد مارك أو شيئا من هذا، ويبدأ بالبيع في هذا الأسبوع الأول، ومن ثم يختفي الحساب الخاص بنا. نريد إنشاء بيزنس خاص بنا يطول بنا مدة 5 سنوات، 10 سنوات، حتى نكون قد ربحنا العديد من المال. لهذا في هذا الفيديو، لكي لا أطيل عليكم الفيديو، سوف أبدأ بشرح هذه الطريقة، وصراحة طريقة جد جد سهلة، يمكنك يا صديقي العمل عليها والبحث على أي نيتش. لهذا لا تنسى الاشتراك في القناة، وهيا بنا يا أصدقائي. وهنا ماذا سوف نحتاج؟ سوف نحتاج فقط إلى متصفح جوجل بهذا الشكل، ونقوم بالبحث بهذا الشكل. نقوم بالبحث على ما هي الأشياء الخاصة بالكولورين بوك. سنقوم بكتابة all بهذا الشكل، all colorin all type بهذا الشكل، all type of colorin book بهذا الشكل يا أخي. وهنا نبدأ بالبحث، وانظر، ظهرت لدي كما نقول العديد من الأشياء الخاصة بالكولورين بوك، لكي أخذ فكرة عن ماذا سوف أقوم بالعمل عليه. سنقوم بالدخول إلى هذا الموقع، ونبدأ بأخذ فكرة عامة على ما هو الكولورين بوك، وما هي كما نقول المجالات التي يمكننا أن نشتغل عليها. هنا في هذا الموقع لدينا الماندالا، فلور، أنيمال، إلى غير ذلك، والعديد والعديد من الأشياء. ولدينا هنا النيتش والصب نيتش، لكي لا يختلط لديكم النيتش والصب نيتش. كما نقول، هنا لدينا النيتش الأنيمال والصب نيتش الخاص بالكات، دوغ، أويل، إلى غير ذلك. وإذا قمت بالبحث في أمازون على أنيمال كولورين بوك، لكي أريكم طريقة لإيجاد نيتشات، انظر بهذا الشكل. سنقوم بالبحث في أمازون، ونذهب إلى الكي دي بي بهذا الشكل. لدينا هنا كي دي بي، ونقوم بالبحث بهذا الشكل. عفوا، سأقوم بتغيير الدولة لأنها هنا في المغرب، سأختار الولايات المتحدة الأمريكية. سنقوم باختيار هذا الخيار 1020، Apply بهذا الشكل، Continue. وهنا كما ترى ظهرت لدي 60,000 في الريزولت، وهنا هذا النيتش جنرال. سأقوم بالرجوع وأختار الكات، أو سأختار البوما أو شيئا من هذا، أويل كولورين بوكس بهذا الشكل، وأبحث في الكي دي بي بهذا الشكل، وأرى ما هي عدد النتائج. انظر، تقلصت إلى 20,000. وهنا سنبدأ بطريقة السكيلين وبطريقة البحث بطريقتنا الخاصة. وكما قلت لكم، هنا فقط تايب أو نوع من هذه الأنواع الخاص بالأنيمال، والأنيمال فيها العديد من الأشياء. سأقوم بالرجوع إلى صفحة جوجل، وأبحث على بعض الحيوانات التي تكون أو التي تربى في البيوت أو شيء من هذا. سأقوم بكتابة all pet بهذا الشكل، all pet animals، animals، عفوا، animals بهذا الشكل، وأقوم بالبحث على بعض الحيوانات التي يقومون بتربيتها. لماذا؟ لأن الحيوانات التي تربى في البيوت يمكننا أن نقوم بإنشاء كتب خاصة للأطفال للتلوين أو شيء من هذا، لا يمكننا العمل على بعض الحيوانات المتوحشة أو شيئا من هذا. لهذا ابقى معنا ريتما تفتح الصفحة. سأقوم بالضغط عليها هكذا، ونقوم
بالبحث هكذا. هنا ظهر لدي هذا الموقع، لا يهمني اسم الموقع، وهنا لدي العديد من الحيوانات كما يظهر لديكم هنا. على سبيل المثال سنختار أي حيوان كيفما كان، ومن الأحسن اختيار بعض الحيوانات التي ليست معروفة لكي نبحث عليها. سنختار هذا الاسم، هذا الحيوان لامس، وأعتقد أنه مثل الخروف إلا أنه كبير شيئا منها. سنقوم بتغيير أويل أي البومة، ونقوم بتغييرها بنوع الحيوان الذي نريد البحث عليه، ونرى تظهر النتائج. نعم ظهرت لدي النتائج، لدي هنا لاما كولورين بوكس فور كيدز، وأقوم بالبحث عليها وأرى عدد النتائج التي سوف تظهر. نعم ظهرت لدي 60,000، لكن لا علي، سأبدأ بالبحث حتى أجد ريزولت تقل عن 1,000، ومن هنا سأقوم بإنشاء كتاب تلوين خاص بي. هذه هي الطريقة الأولى، وسنمر إلى طريقة أخرى للبحث على النيتشات بدون مساعدة أي أحد. وهنا فقط أعطيك هذه الاستراتيجية، ويمكنك تكميلتها وإضافة لديها بعض الأشياء الخاصة بك. سأقوم بالدخول، كما قلت لك بحثت على جميع أسماء الحيوانات، وسأقوم كما قلت لكم يمكنك أخذ هذه الكلمات ووضعها في النيتش وتغيير الاسم. وهنا سأقوم بالبحث على الهوايات بهذا الشكل، all hobbies، أو بهذا الشكل all hobbies بهذا الشكل، وأقوم بالبحث عليها. هنا ظهرت لدي العديد من الأسماء، سأختار على سبيل المثال ويكيبيديا الموقع الأول، ونقوم بالبحث. كما قلت لك هذه الطريقة صراحة طريقة رائعة، تمكنك من العمل. انظر، جميع الهوبيز أو الهوايات أو شيئا من هذا تظهر لدينا هنا. يمكننا أخذ أي هواية كيفما كانت، ويمكننا العمل عليها، وأيضا تظهر لك الصور الخاصة بها. على سبيل المثال لدينا هنا كوكين، يمكننا عمل كتاب تلوين خاص بالطبخ أو شيئا من هذا، والكرافت سنقوم بالبحث على أي واحدة كيفما كانت بهذا الشكل. كاندي، تشيس، سأقوم بالبحث على تشيس، ونقوم بملاحظة هل توجد عليها كتب أو لا. سنأتي إلى هنا، نقوم بتغيير لاما، ونقوم بوضع تشيس كولورين بوك. انظر، ظهر لدي هذا الكتاب الخاص بأسترانج. انظر في الريزولت الخاص ب 729، وهنا بعض الكتب الخاصة بالتلوين للأطفال للعبة أسترانج أو شيئا من هذا. وأيضا إذا قمت بالرجوع وبالبحث على أي هواية كيفما كانت، على سبيل المثال سأقوم بالبحث على أي هواية، سأقوم بالبحث drinking electro game فاشن. أي شخص لديه ميول أو هواية، أنت تقوم بوضع كولورين بوك خاص به، وأيضا سوف تقوم بعمل رانكين للكتاب الخاص بك إلى غير ذلك بهذا الشكل. وهنا سنقوم باختيار هذا الجيمين تنس، تيبل تنس، سنختار فقط تنس. سنأتي إلى هنا ونقوم باختيار لعبة التنس لنرى هل توجد عليها، هل يوجد بعض الكتب الخاصة بها بهذا الشكل، تنس. انظر، نعم ظهرت لدي تنس كولورين بوك، وسأرى النتائج التي سوف تقوم بالظهور. انظر حتى هي النتائج الخاصة بها 905، يمكنني العمل عليها. وإذا قمت بالبحث أقوم بالنزول هذه الكتب سبونسور، لدي إعلانات، وهنا يمكنني البحث. انظر لدينا هذا الكتاب، انظر The Art of Tennis Coloring Book، وصراحة يحقق مبيعات كبيرة لأن الرانك أو البي اس ار الخاص به منخفض. وهنا في الرانك في الكاتيجوري الخاص به، انظر في الرانك الخاص بالتنس 122 صراحة. انظر وقد وتقدير في البيع من 5 إلى 6 على أقصى تقدير. وكما قلت لك انظر إلى هذه المجموعة يا صديقي، لماذا تقول في نفسك أو تقول في المجموعات نريد نيتشات أو شيء من هذا؟ فقط قم باستغلال هذه الطريقة، وهنا يمكنك إضافة أي فكرة خاصة بك وإنشاء كتاب التلوين. كما تعلم كتب التلوين هي المطلوبة في الآونة الأخيرة، والنوت بوك صراحة تأخذ إلى 20 يوم للقبول أو في الريفيو. صراحة هذا هو الإشكال الذي نقع فيه هذه الآونة الأخيرة.
ولكن لا علينا، كما قلت لكم يا أصدقائي، العمل والاجتهاد ولو قليل مستمر، وإن شاء الله لا نبخل عليكم بالمعلومات التي نجد، وأيضا أنتم لا تبخلوا علي بزر لايك وقولوا لي تحفي كومنت محفز لكي نستمر، أو دعوة خالصة لهذا ما نريد في هذه القناة. نريد فقط من الإخوة الذين استفادوا أن يقومون بدعوة معنا. وفي فيديو آخر سأقول لبعض الإخوان أو سأشارك بعض الإخوان الأرباح التي تدر عليها قناة استراتيجية ربح المال، لأنهم يتخيلون أنني قمت بإنشاء هذه القناة لكي أقوم بالربح عليها، فسوف أشارك معكم الربح لكي تروا هل حقا هذه القناة تحقق أرباح أو لا، وهل هذه المعلومات التي نقوم بالبحث بمشاركتها معكم هل حقا نتقاضى عليها أجورا كثيرة أو شيئا من هذا. إننا نتقاضى عليها بعض السنتات، سوف نشاركها معكم لكي يطمئن قلب بعض الإخوان. وهذا كان معكم أخوكم إسماعيل في قناتكم استراتيجيات ربح المال، وأستسمح على طول الفيديو، وشكرا لكم جزيل الشكر.